بسم الله على بركة الله، نحاولوا في هذه القصة هذه نديروا تصحيح التمرين 13 صفحة 97 من كتاب المفيد مستوى الثالثة إعدادي من الدرس ديال النظمات. هذا التمرين 13 قالوا لنا نحلوا هذه النظمات هذو شي شوية ما تقريبا نفس الحاجة، غير أنك تلاحظوا هنا خدامين بأعداد عشارية وصافي، كما هنا خدمنا بالجذر المربع راه هنا الطريقة كتبقى نفسها. دونك غنمشيو نصوبو كل نظمة بوحدها. أولا حل النظمة، النظمة الأولى للنظمة S1 إكس على جوج تساوي إيكغيك على ثلاثة تسعود إكس ناقص ثلاثة إيكغيك تساوي جوج. صافي. دونك مثلا من خلال المعادلة واحد لدينا إكس على جوج تساوي إيكغيك على ثلاثة، يعني أن شنو عندي هنا؟ مثلا غنكتب إكس بدلالة إيكغيك، غنضرب في هاد الطرف هذا، غنضرب في هاد الطرف هذا في جوج، وغنضرب هنا في جوج، هاد جوج مع هاد جوج غتختزل، يعني أن إكس غتبقى تساوي جوج على ثلاثة إيكغيك. أوكي، جوج على ثلاثة إيكغيك. من بعد غنجي لهنا غنحاول نعوض، نعوض في المعادلة، نعوض في المعادلة الثانية إيكغيك عفوا إكس ب جوج على ثلاثة إيكغيك. نعوض في المعادلة إكس بجوج على ثلاثة إيكغيك. لدينا شنو عندنا؟ إكس غنعوضو بجوج على ثلاثة إيكغيك. لدينا تسعود في جوج على ثلاثة إيكغيك ناقص ثلاثة إيكغيك تساوي جوج. مزيان، هاد تسعود هادي هاد تسعود ممكن نكتبوها على شكل ثلاثة في ثلاثة، إلا اختزلت غيبقى ليا هنا، غتبقى ثلاثة في جوج اللي هي ستة إيكغيك ناقص ثلاثة إيكغيك تساوي جوج. أوكي، هنا هاد التسعود راه بحال ثلاثة في ثلاثة، غنختزل واحد ثلاثة مع هاد ثلاثة، أش غتبقى لي؟ تبقى ثلاثة في جوج هي ستة إيكغيك. ستة ناقص ثلاثة هي ثلاثة إيكغيك. أوكي، ثلاثة إيكغيك تساوي جوج. إذا إيكغيك يساوي جوج على ثلاثة. هنا لقيت إيكغيك، ممكن دابا نمشي نقلب على إكس. صافي، جوج على ثلاثة. لدينا إكس يساوي شنو؟ جوج على ثلاثة في أش؟ في إيكغيك. في إيكغيك من هنا، و إيكغيك شحال كيساوي؟ جوج على ثلاثة. إذا غتجينا جوج على ثلاثة، يعني هنا إكس يساوي، هنا كنديرو البسط في البسط والمقام في المقام، جوج في جوج هي أربعة، ثلاثة في ثلاثة هي تسعود. ومنه حل النظمة، حل النظمة هو الزوج، هو الزوج أربعة على تسعود جوج على ثلاثة. أوكي، هذه فيما يخص النظمة الأولى. النظمة الثانية قالوا لنا حل النظمة، حل النظمة إكس على جوج، إس النظمة الثانية إكس على جوج زائد إيكغيك على ثلاثة تساوي جوج. هنا إكس زائد إيكغيك تساوي خمسة. مزيان، نحاول نصوب هذه مثلا، نحاول نصوبها بالتأليفة. اوكي، التعويض كلهم صحاح. اذا اش كنلاحظ هنا بعد الاشارات ديال هاد المعاملات هادو مالهم كي دايرين؟ عندهم نفس الاشاره. اذا الا كنت غنضرب شي عدد خصني نضرب، مثلا خصني نضرب هاد السطر هذا في عدد سالب. اذا شنو هو المعامل ديال هذا؟ واحد. دونك خص تولي عندي هنا ناقص واحد، باش مثلا اكس مع ايكغيك غيتختزلوا، اكس مع اكس غيتختزل، ما
مع ناقص اكس. اذا شنو عندنا؟ واحد على جوج باش تولي عندنا ناقص واحد. شنو خصني ندير؟ خصني نضرب في ناقص جوج. اذا غنضرب هذه المعادله الاولى غنضربها في ناقص جوج، وغنضرب المعادله الثانيه غنخليها مضروبه في واحد. اوكي، دونك لدينا غنحسب هنا اش غتجيني؟ ناقص جوج في واحد على جوج اكس، هاد اكس على جوج راه واحد على جوج، ناقص في زائد هي ناقص جوج في واحد على ثلاثة إيكغيك، ناقص في ناقص دونك غتجيني هي ناقص في زائد هي ناقص جوج جوج هي أربعة، هادي غتبقى إكس زائد إيكغيك تساوي خمسة. إذا هاد جوج مع جوج غتختزل غتبقى لهنا ناقص إكس ناقص جوج على ثلاثة إيكغيك تساوي ناقص أربعة، هنا إكس زائد إيكغيك تساوي خمسة. إذا غندير مثلا المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية، اش غتجيني؟ ناقص إكس زائد إكس، شحال هي؟ ناقص إكس زائد إكس هي صفر، غتبقى لي ناقص جوج على ثلاثة إيكغيك زائد إيكغيك تساوي ناقص أربعة زائد خمسة. كندير هذا زائد هذا، المعادلة الأولى زائد الثانية، وهذا زائد هذا، وهذا زائد هذا. مزيان، إذا أنا شنو غندير؟ نحاول نعمل هنا بإيكغيك، أوكي. غتبقى لي هنا ناقص جوج على ثلاثة، هنا اش غيبقى؟ غيبقى واحد زائد واحد، ناقص ربعة زائد خمسة شحال هي؟ هي واحد، دونك غندير توحيد المقام، هي ناقص جوج على ثلاثة، هاد واحد، المقام واحد هو ثلاثة، دونك غتجينا هي ثلاثة على ثلاثة، إيكغيك تساوي واحد، ناقص جوج زائد ثلاثة شحال هي؟ هي واحد على ثلاثة، إيكغيك تساوي واحد. ومنه وبالتالي إيكغيك يساوي ثلاثة. أنا لقيت إيكغيك، شنو مازال خاصني؟ خاصني إكس. لدينا مثلا هذه المعادلة الثانية شنو عندي؟ عندي إكس زائد إيكغيك تساوي خمسة. هنا ممكن تمشي وتاخذ هذه، ولكن في هذه فيها الكاسر وسميتو ما كاين لاش، سيروا خذوا هذه اللي اكس وايغريك مكتوبين بوحدو، يعني ان اكس اش كيساوي 5 ناقص ايغريك، اذا اكس اش كيساوي 5 ناقص 3 اللي هي تساوي 2. ومنه حل النظمة هو الزوج لاكس هو 2 وايغريك هو 3. اوكي، هذا فيما يخص النظمة الثانية. دوزو دابا لحل النظمة الثالثة. ثالثا حل النظمة اس 3 0.4 إكس ناقص 0.3 إيكغيك تساوي 4.17. هنا 1.3 إكس ناقص 0.8 إيكغيك تساوي 14.11. صافي، هنا ما تلفوش مع الفاصلة هذه، راه نفس الحاجة كما كنخدموا مع عدد صحيح طبيعي ولا عدد كسري، حتى هذا راه ممكن تردهم أعداد أعداد كسرية، مثلا 0.4 هي 4 على 10، هذه 3 على 10، ولا خدموا بهم هكا، صافي؟ مثلا هذه المعادلة الأولى، هذه المعادلة الثانية، خلال المعادلة مثلا واحد، لدينا شنو؟ لدينا 0.4 إكس ناقص 0.3 إيكغيك تساوي 4.17، يعني أن 0.4 إكس يساوي 0.3 إيكغيك زائد 4.17. إذن إكس يساوي 0.3 إيكغيك زائد 4.17، غنقسم هنا على 0.4
أربعة. أوكي مزيان. دونك غنجي دابا المعادلة الثانية، نعوض في المعادلة، في المعادلة الثانية شنو تندير؟ نعوض إيكغيك، عفوا نعوض إكس بالقيمة ديالو، 0.3 إيكغيك زائد 4.17 على 0.4. إذ لدينا شنو قلت؟ غنعوض إكس بهذا الشيء هذا، إذن غتجيني 1.3 في 0.3 زائد 0.3 إيكغيك زائد 4.17 على ياش؟ على 0.4. أوكي أنا كاين واحد الزائد ناقص 0.8 إيكغيك تساوي 14.11. وغنحسبو هادشي هذا، غتجيني غنحاول نشرح 1.3 في 0.3 هي 0.39 يمكن. دونك عندنا 3 في 13 هي 39، وغيكون عندنا جوج أرقام مور الفاصلة. دونك هي 0.39 إيكغيك زائد 1.3 في 4.17، نحاول نحسبها شحال تساوي. 1.3 في 4.17 تساوي زائد 5.421 على ياش؟ على 0.4 ناقص 0.8 إيكغيك تساوي 14.11. إذن شنو غندير؟ شنو هو المقام الموحد عندنا هنا؟ شنو هو؟ هو 0.4. إذن غتجينا هنايا هي 0.39 إيكغيك. أوكي 1.3 في 0.3 زائد 5.421. هنا المقام الموحد 0.4، إذا حتى هذه غنضربها في 0.4 غتعطينا هي ناقص 0.32 إيكغيك على 0.4 تساوي 14.11. مزيان. إذا غتجيني هنا شنو؟ 0.39 ناقص 0.32 هي 0.7 إيكغيك زائد 5.421 على 0.4 تساوي 14.11. إذا غتبقى لي هنا 0.7 إيكغيك، هذه غترجع لها الطرف لهنايا، زائد 5.421 تساوي 14.11 في 0.4. إذا 0.7 إيكغيك تساوي، غنحسبها بعدا هادي، هنا غتكون هي 4، هنا 4، هنا 4 في 4 16، هنا 5، عندنا هنا 3 د الأرقام مورا هي 5.644. هادي غترجع لهنايا غتولي ناقص 4.5.421 0.7 إيكغيك تساوي 4 ناقص 1 شحال هي؟ هي 3، 4 ناقص 2 هي 2، 6 ناقص 4 هي 2. إذن إيكغيك تساوي 0.223 على 0.7. أوكي احنا لقينا إيكغيك، يعني إذن هذا هو إيكغيك. شنو مازال خاصنا؟ مازال خاصنا نحددو إكس. أوكي مازال خاصنا نحددو إكس. شنو غنجي؟ غنجي لهنا نعوض إيكغيك بهذه القيمة ديالو. دونك لدينا إكس يساوي 0.3 فاياش
إيكغيك إيكغيك هي 0.23 على 0.7 زائد 4.17 على 0.4. غنجي لهنا غنكمل، يعني إكس يساوي، غنحسب هذه 0.3. دونك غتجينا هنا 3 × 3 تسعود، 3 × 2 6 هنا 3 × 0. دونك انا بحال درت هنا 3 × 3 تسعود، 3 × 2 3 × 2 6. اذا غيكون عندنا هنا شحال؟ غيكون عندنا هنا 4 الارقام مورا الفاصله. دونك غتجينا هي 0.0 على 0.7 زائد، حتى هنا خصنا نوحدو المقام، شغي يكون هنا المقام موحد هو 0.7. إذا غتجينا 4.17، 4.17 في 0.7 على 0.7، كل شيء على 0.4 تساوي، هاد 0.7 غتنزل لهنا في 0.4، وهادو غتبقى 0.0669. اوكي، تأكد من هاد الحسابات هادو حيتاش ممكن نغلط. 0.3 في 0.23 مزيان، زائد عاود ثاني نحسب هادي 4.17، 0.7. دونك هي زائد 2.919 صافي. حاولوا نجمعوا دابا هاد الشيء، هذا هنا غتكون 9، هنا 6 + 9 شحال هي؟ حيتاش غنجمعوا كل عدد بوحدو، 6 + 9 6 + 9 هي 15، غنحتفظوا بالواحد. 6 + 1 هي 7، والواحد الاحتفاظ هي 8. 0 + 9 هي 9، وهنا 2. هاد 0.4 هي 0.28، ياك؟ صفر فاصلة 28. شوف هاديك واش ممكن. دونك 2.98 صافي. يعني إذا ومنه حل النظمة، هو الزوج إكس، هو هاد العدد هذا 2.9895 0.28. إيكغيك، هو هاد العدد اللي لقيناه هنايا، اللي هو 0.0223 على 0.7. أوكي، بقات لينا آخر نظمة في هاد التمرين، حل النظمة S4، حتى هي فيها الأعداد بالفاصلة ولكن نفس الحاجة، 0.2X زائد 1.1Y تساوي ناقص 1.1، وعندي هنا 0.4X زائد 0.5Y تساوي 1.2. شنو غندير؟ غنحاول نخدمها بالتأليفة. غنشد هاد المعادلة الأولى غنضربها في ناقص 2. علاش اختاريت ناقص 2؟ غنقول غنضربها في 2، إلا ضربتها في 2 شنو يولي عندي هنا؟ 2 × 2 = 4، إذا غتولي عندي 0.4 إلا ضربتها في 2، وعندي هنا 0.4، بغيت أنهم يكونوا عددا متقابلا، إذا نزيد لهم الناقص، هاد الشيء علاش؟ وهادي غنضربها في 1. دونك شنو عندنا؟
لدينا تولي المعادلة هي هذه، هي ناقص 0.4x ناقص في زائد هي ناقص، وغتجينا جوج في واحد فاصلة واحد هي جوج فاصلة جوج إيكغيك، ناقص في ناقص غتولي دابا زائد جوج فاصلة جوج، هذه غتكون 0.4x زائد 0.5y تساوي 1.2. غندير مثلا المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية، شنو غتجيني؟ ناقص 0.4x زائد 0.4x، جمعهم ديال هنا متقابلين تساوي صفر، غتبقى لي غير ناقص 2.2y زائد 0.5y تساوي 2.2 زائد 1.2. ناقص 2.2 زائد 0.5 هي تساوي ناقص 1.7y، 2 زائد 2 شحال هي 4، 1 زائد 2 هي 3، إذن y تساوي 3.4 على ناقص 1.7 اللي هي 2. اوكي لقيت دابا y، غنمشي نقلب على x صافي، ناخذ واحد المعادله ونمشي نقلب على اكس. لدينا مثلا شنو عندي؟ لدينا 0.2 اكس زائد 1.1 اي 1.1 اي تساوي، من هذه المعادله تساوي ناقص 1.1 مزيان. دونك غنعوض اي هنايا بشحال، هنا راه اي يساوي ناقص 2 ماشي جوج حيت راه عدد سالب، تأكد 3.4 مقسومة على 1.7 هي جوج مزيان. إذا ناقص 1.1 دونك كنعوض إيكغيك بشحال، هي 0.2 إكس زائد 1.1 فاياش في جوج تساوي ناقص 1.1. غنحاول نكمل هنايا، إذا غنكمل دونك غتكون لي عندي هنا 0.2 إكس، 2.1، 2.1 هي 2 زائد 2.2 تساوي ناقص 1.1، إذا 0.2 إكس تساوي ناقص 1.1 ناقص 2.2، 0.2 إكس تساوي هنا شنو هي؟ هذه هي ناقص 3.3، إذا غيكون عندي هنا إكس يساوي ناقص 3.3 على 0.2. هنا لقيت إكس ولقيت إيكغيك ومنه حل النظمة. إذا بغينا نحيدو هاد الفاصلة ممكن نكتبوها هي ناقص 33 على 2، بحال ضربت في البسط في 10 وفي المقام 10. حل النظمة هو الزوج، هنا عفوا هنا إك هنا إيكغيك كيساوي ناقص 2، إذا هنا خصني نضرب هنا في ناقص 2، كنعتذر هنا خصني نضرب هنا في ناقص 2، إذا ملي غترجع لنا غتولي لهنا، هذه غتكون هي ناقص 2.2 حيتاش السالب الموجب هي سالب، وهنا غتولي هنا زائد، هنا غتكون عندي ناقص 1.1 زائد 2.2 غتكون هي 1.1 إذا هنا غتكون هي زائد 1.1، هنا 1.11 على 2 هو الزوج، إكس 11 على 2، إيكغيك هو ناقص 2، ونهاية حل التمرين.